أهلا بكم. قتل 7 أفراد من ميليشيات حفتر وأصيب 20 آخرون جراء الاشتباكات الدائرة بمحوري وسط البلاد والصابري شمال بنغازي، وذلك بحسب مصدر طبي من المدينة. وكشفت مصادر إعلامية محلية أن جثامين القتلى نقلت إلى مركز بنغازي الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة إصابة آمر التحريات بميليشيات الصاعقة مرعي الحوتي بالقرب من الفندق البلدي بالصابري، مشيرة إلى أن حالات باقي الجرحى متفاوتة الخطورة. أكد مجلس حكماء وأعيان تاجورا أن المبادرة الوطنية للحل السياسي تحقق حلا توافقيا عادلا وأساسا متينا لحل المشكل السياسي بما يحفظ هوية الدولة وسيادتها. المجلس وفي بيان له دعا الأطراف المتنازعة لتغليب مصلحة الوطن والتباحث حول إمكانية تنفيذ المبادرة وتوضيح مواقفهم منها، وطالب المجلس الليبيين بصفة عامة لتحمل المسؤولية باعتبارهم أصحاب القرار، محملا في الوقت ذاته المسؤولية الشرعية والأخلاقية والقانونية لكل من يرفض المبادرة دون طرح حل بديل عنها. قال مبعوث الاتحاد الافريقي الى ليبيا جاكايا كيكويتي خلال كلمته في القمة الافريقية الاثنين ان عملية السلام في ليبيا تسير ببطء شديد وفق قوله. واوضح جاكايا كيكويتي ان التدخلات الخارجية في ليبيا لا تساعد على تقدم عملية السلام التي يرعاها الاتحاد الافريقي والذي يبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة وفق قوله. قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تأمل بتقليص عبور المهاجرين لليبيا وتعتزم إشراك أوروبا وبلدان إفريقيا الواقعة جنوب ليبيا في المهمة. وأشار ألفانو أن المؤتمر الوزاري المقرر عقده الخميس القادم في روما سيشهد مشاركة بعض بلدان العبور إلى ليبيا وبعض الدول الأوروبية، مضيفا أن بلاده تعاونت مع ليبيا ودول إفريقية لمحاولة الحد من الهجرة إلى ليبيا. وأضاف ألفانو أن بلاده تعول على الدول الأوروبية لأجل المضي قدما في إبرام اتفاقيات مع دول إفريقية مجاورة لليبيا للعمل على تقليص أزمة الهجرة. أكد العميد أيوب قاسم الناطق باسم القوات البحرية الليبية على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين ليبيا وإيطاليا لمواجهة الهجرة غير القانونية. وأوضح قاسم خلال تصريح لقناة التناصح أن على إيطاليا تفهم المطالب الليبية وأن تعمل مع الليبيين لاسترداد الكثير من الحقوق التي كانت يجب أن تعطى لليبيا، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية الأوروبية التي تدعي أنها تعمل على إنقاذ المهاجرين تعتبر هذه الظاهرة كسوق وتجارة تستغلها لمصالحها الخاصة. الخبر الأخير، قالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن مجموعة مسلحة قامت الثلاثاء بدخول محطة العجلات 220 واحتجاز اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن حادثة الإظلام التام التي وقعت فجر الجمعة الماضي. واشترط المهاجمون مقابل الإفراج عن أعضاء اللجنة عدم فصل التيار الكهربائي على محطة العجلات، مؤكدين رفضهم طرح الأحمال على المدينة. وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات المختصة وحكماء وأعيان العجلات ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله.